تبعات الحرب في سوريا لم تستثني قطاع الاتصالات، إذ قطعت خطوط الاتصالات الأرضية والخلوية عن شمال سوريا بعد سيطرة المعارضة عليها، واقع دفع الناس إلى اللجوء إلى خيارات بديلة أبرزها التزود بالإنترنت من تركيا وإنشاء شركات صغيرة تضمن توفر خدمات الإنترنت بالمنطقة. العمل في الإنترنت بطلب كهرباء، ونحن عندنا الكهرباء غير موجودة في المحرر تقريبا بشكل عام. بنعتمد بالتغذية على البطاريات وألواح الطاقة الشمسية، وهي أمر مكلف جدا. هلا هو للأمانة يعني الشيء اللي صار إنه ارتفع الدولار، ولحد الآن أسعارنا يعني تقريبا ثابتة. خدمة الإنترنت باتت حاجة ضرورية ومن أساسيات الحياة في شمال سوريا، فهي الوسيلة الوحيدة التي تبقت لسكان المنطقة للتواصل مع العالم الخارجي. وبالرغم من مشاكل تقنية ومادية عدة كعدم توفر الخدمة وضعف الإشارة إضافة إلى غلاء أسعارها وانقطاع الكهرباء، يبقى الإنترنت نافذة الأهالي لإيصال صورة معاناة الواقع المعيشي في شمال سوريا. هلا الانترنت صار حاجه ماسه يعني ومهمه في هالحياه، يعني الانسان ما بقى فيه يتخلى عنه خالص خالص. يعني انا هلا مثلا امي في اخواتي برا البلد، يعني لو ما متوفر انترنت واتساب يعني ما فينا نتواصل معهم. هلا الانترنت وفر يعني قرب لبعيد. لولا الجهود والمبادرات الفرديه لتوفير الانترنت لامس الشمال السوري بقعه معزوله عن العالم الخارجي، عزله شبه كامله، وما سمع احد بقصص الحرب وعذاباتها. فرقت سنوات الحرب بين الأهل والأحبة في شمال سوريا، لكن شوق التواصل بين الناس لم ينقطع، وفي ظل انقطاع شبكات الاتصالات بات الانترنت الوسيلة الوحيدة التي تقصر المسافات بين من بقي ومن رحل. إبراهيم تريسي، العربي، مدينة إدلب.